هنتكلم دلوقتي يا شباب عن الفورسز في البريسنج بامبر اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه. دلوقتي انا عندي البلان ومعمول فيه البريسنج بالشكل ده، بيجي عليه فورس من الناحية دي من الوش اللي هي الويند. طيب انا هعمل ايه؟ تعالى كده معايا، هاخد الجزء ده كده، اهو ده كده اللي هو اول فريم، وهعتبره بيم. تعالى نقول شيء الاسبان ده 20 متر مثلا، وعليه لود كده اهو اللي هو الويند لود. طيب الويند لود ده بكام؟ الويند يساوي 0.C في كيف كيو سي كي كيو سي، هيبقى 0.8، الكي بواحد لو اقل من 10 متر، والكيو في اسكندرية 80 كيلوغرام بير متر سكوير. هيطلع رقم 64 كيلوغرام بير متر سكوير. طيب المنظر ده بتاع بير متر ران، فانا عايز احوله بير متر ران، فبعمل ايه؟ ادي اهو الفريم بتاعي سنه كده. الويند اللي انا بتكلم عليه ده جاي كده في وش المنشأ في الاتجاه ده. طيب مين اللي هيشيل البريسنج؟ البريسنج هيشيل من النص هنا، هيشيل كده الجزء ده، هو ده اللي البريسنج هيشيله. ليه؟ لان الجزء اللي الويند اللي جاي في الجزء اللي تحت ده اللي هنا ده هيروح للسبورتس على طول. طيب دي بكام؟ دي بسبب اتش على 2، وبجيب ده الارتفاع ده سميه مثلا اتش داش، وبجيب حاجة اسمها اتش افريج بتساوي اتش اوفر 2 بلس اتش داش، الكلام ده على 2. هنفترض ان ده كانت مثلا 6 متر، وهنفترض ان دي زي ما احنا قلنا كده 20 متر، والميل مثلا كان 1 لـ10، يبقى الجزء ده بكام؟ يبقى انا عديت من هنا لهنا 1 متر، يبقى دي كده بـ3، النص ده بـ3، ودي هتبقى ال اتش داش دي هتبقى بـ4. احنا قايلين ميل 1 لـ10، فانا للنص مشيت 10، يبقى عديت متر. يبقى ال اتش افريج بتساوي 3 بلس 4 اوفر 2، يديني كام؟ 3.5 متر. وانا عشان احول بقى من بير متر سكوير، هضرب في المسافة دي اللي هي هضرب ده في ال H average، يبقى 64 times 3.5 يديني على طول 64 times 3.5 224 كيلوغرام بير متر ران. جبت انت كده حمل الويند اللي هيجي على البريسنج. طب بعمل ايه؟ تعال هات رياكشن، تعال هات رياكشن. الار دي هتساوي ايه؟ هتساوي 2 2 4 تايمز، انا عشان اجيب رياكشن هضرب الحبل في المسافة على 2، تايمز 20 اوفر 2 هيديني 2 2 4 0 اللي هي كيلوغرام، اللي هي بتساوي 2.24 طن. يبقى ده كده رياكشن. هعمل ايه بقى؟ هتقول لي ان انت البريسنج ده بيعمل لك رياكشن هنا بيساوي 2.24، وبيعمل لك رياكشن هنا، ده البريسنج كله على بعض 2.24. مين اللي هيشيل البريسنج؟ هيشيل الفورس دي ازاي؟ قال لي اول ممبر ده وده هما اللي هيبقى فيهم الفورس دي. طيب الاتجاه بتاع السهم ده رايح فين؟ رايح كده لفوق، يبقى البريسنج فيه لتحت كده، دي لو سميناها R هيبقى شايل R على 2، وده هيبقى شايل نص الحمل اللي هو ايه؟ R على 2. يبقى دي المركبة الرأسية اللي هي ال Y component اللي ماشية في البريسنج. البريسنج ده member male في 2 components Y وفي X. أنا عرفت ال Y إن هي بتساوي R over 2 من الرياكشن ده. فتعالى كده فهقول ان انا عندي بريسنج كده،
بريسنج مان، همسك اي واحد منهم اللي هو ده، الواي بتاعته في الاتجاه ده بتساوي ار اوفر 2 اللي هي 2.24 اوفر 2 اللي هي بتساوي 1.12 طن. تمام، هرسم واحد كمان زيه بس هحط عليه دايمنشنز، هفترض السبيسنج بتاع الفريمز كان 6 متر مثلا، يبقى هي دي المسافه دي ب6. انا جبت ده منين؟ من هنا، انا رسمت المثلث ده من هنا لهنا، ده كده ده الاس السبيس، والمسافه دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي الاي، المسافات بين البيرنز. يبقى دي كده الاس ايكوال 6 ودي بتساوي 2a، اللي هي مثلا لو 2 متر بتبقى في الاغلب يبقى ايه؟ دي ب4. تمام، وانا معايا ده وعايز اجيب ده، انا ده الفورس هنا، ده الفورس في الهوريزونتال بريسنج، فهقول ايه؟ هقول 1.12 اوفر 6 اللي انا اللي هي الاس هت ايكوالز، هروح انا اجيب ده الاول اللي هو سكوير روت 6 سكوير بلس 4 سكوير، يديني 7.2. يبقى 1.12 اوفر 6 ايكوالز الفورس في الهوريزونتال بريسنج اللي انا ما اعرفهاش على 7.2، يبقى الفورس في الهوريزونتال بريسنج ايكوالز 1.12 تايمز 7.2 ديفايدد باي 6 يديني 1.34 طن، يبقى دي الفورس في الهوريزونتال بريسنج. طيب عايز اجيب الفورس في الفيرتيكال بريسنج، الفيرتيكال بريسنج بنظر بيعمل ازاي؟ عامل كده، ادي اول عمود، ادي تاني عمود، هنفترض ان هو عامل كده، حتى لو في سترات برضو ما يشغلنيش. فانا عندي هنا برضو الار فوق اهي، الار الار دي بكام؟ 2.24. فبرضو في الفيرتيكال بريسنج هيبقى شايل بقى الاكس كومبوننت، برضو ده الفيرتيكال بريسنج اهو منبر مايل فيه اكس وواي، الاكس بتاعته شايلة ار على 2 وده برضو الاكس بتاعته شايلة ار على 2. طيب تعالى ناخد المثلث ده اهو، الارتفاع ده كان بكام؟ كان ب6، والسبيسنج بكام؟ ب6، يبقى ده 6 6، ده كدايمنشنز. طب كفورسز، الاكس شايلة 1.12، انا عايز اجيب الفورس في الفيرتيكال بريسنج، يبقى ده 6 root 2. يبقى انا الفورس في الفيرتيكال بريسنج على 6 root 2 equals 1.12 على 6، يبقى الفورس في الفيرتيكال بريسنج equals 6 root 2 times 1.12 by 6 then 1.59 طن. موضوع سهل مفهوش حاجة، يبقى أنا كده جبتها. حتى لو كان عندك شكل مختلف يعني بدل كده كان كده، وهنا في ار ده برضو كده ار على 2